مهرجان العالمين بينتهي، والحقيقة هذا المهرجان كان ليه قدر كبير من النجاح ومن البهجة اللي أضفاها على هذه المدينة الجميلة وهذه الوجهة السياحية الهامة جدا. كان هنا في القاهرة بيحدث مهرجان محكى القلعة. الحقيقة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كان ليها تغطية يعني ممتازة جدا لكل هذه الفعاليات والحفلات اللي بتحصل في مهرجان العالمين وأيضا في محكى القلعة. مجموعة متميزة جدا من الحفلات اللي أدخلت البهجة والسرور على كل البيوت المصرية. بكلم حضراتكم دلوقتي على الدورة 31 من محكى القلعة. والمهرجان ده الحقيقة ليه تاريخ طويل، بدأ من 1990 ومستمر لحد النهاردة. أرقى أنواع الفنون وجمهور يعني جميل زي ما حضراتكم شايفين، كل الأسر المصرية تقدر تروح وتدخل إلى الحفلات. والسنة دي كان في حفلات عظيمة لمدحت صالح وهاني شاكر وهشام عباس، كل هؤلاء النجوم طبعا محتفظ بالألقاب، وعزيز مرقة ووليد توفيق، والختام طبعا كان مع الموسيقار الكبير عمر خيرت اللي احنا بنسعد كمصريين انه عندنا حاجة في مصر اسمها عمر خيرت. كانت حفلة عظيمة والكل كان بيتكلم عليها، مواقع التواصل الاجتماعي كانت يعني مليانة صور للموسيقار عمر خيرت وللحفلة. الحقيقة المهرجان بيضم العديد من الفعاليات والنجوم، مش بس المصريين، نجوم العرب اللي احنا بنسعد بوجودهم في وسطينا في بلدهم التاني مصر. من أكثر الحفلات اللي كانت الناس متفاعلة معاها ومنتظراها هي حفلة الفنانة الجميلة لينيا شماميان اللي أحيت حفلة كان فيها تفاعل كبير من الجمهور. الحقيقة أنه لينا يعني عندها شعبية كبيرة جدا في مصر، الناس بتستناها وبتستنى حفلاتها اللي كل مرة بتبقى أنجح من المرة اللي قبلها، بتستنى الأغاني وحافظين الأغاني وبيرددوها معاها داخل المهرجان. هي نفسها مهرجان محكى القلعة عليه عندها قيمة كبيرة، لأنه أعتقد أن أول حفلة ليها كانت في مصر كانت في محكى القلعة. معانا على التليفون دلوقتي الفنانة لينا شماميان، أهلا بيكي ومبروك الحفلة، ووجودك الحقيقة بيطفي الكثير من يعني الطرب والبهجة داخل مهرجان محكى القلعة. تسلميلي تسلميلي على التقديم، تسلميلي على كل الكلام الحلو، شكرا كثير. مهرجان محكى القلعة حقيقة هو ابتداء من المكان، مرورا بالحضور، بالتنظيم، بالناس اللي عم تشتغل ليل نهار، حتى بالتغطية اللي انتم كنتوا عم يعني فعليا التغطية الإعلاميين دائما بيتعذبوا بيكونوا معنا، فرق التصوير، فرق الصوت، الإضاءة، بتحسي في تظاهرة حقيقية كاملة، ناس عم تشتغل مع بعضها، خلية نحل دائما عم تكون موجودة. فهو مختلف، هو من المهرجانات الكبيرة المستمرة 31 سنة بالعالم العربي كمان. كنت كثير مبسوطة أني أكون موجودة للسنة الثالثة على التوالي. والحقيقة أنا يعني أول حفلة عملتها بمصر كانت مسرح الجنينة، اللي هو كثير بيذكرني بمهرجان القلعة، نفس الجو، نفس الأجواء، نفس التفاعل. إزاي شفتي تفاعل الناس مع الأغاني امبارح؟ وإيه أكتر الأغاني اللي بتطلب منك وأنت بتبقي عارفة إنك مش هتخرجي من الحفلة غير وأنت مغنية؟ شوفي دايما في كل حفله في حدا بيجي بيكون عباله يسمع اغاني شكل، اللي كثير بحبه انه في كثير بيكون من الحضور مصريين وحافظين اغاني سوريه كثيره، فهذا كثير بيبسطني، بحب انه اغاني هي ما انا بس معروفه بسوريا وما بتكون الاغاني اللي كثير مشهوره، فالناس لا بتحب وبتحضر وبتسمع بعضها وبتتفاعل مع بعضها. غنيتي يا مال الشام؟ لازم. نعم غنيتي يا مال الشام؟ غنيتي يا مال الشام، دايما في اسمر اللون وبالي معاك لما بدات اتسنى، اكيد هدول. وتفاعل الناس مع الاغاني وحفظهم للاغاني، وزي ما انت بتقولي مش بس الاغاني المصريه، وانت كمان غنيتي تترات للمسلسلات، فالناس كمان اللي ما كانتش بتسمع لينيا شماميان، انت عارفه انه الدراما بتوصل الناس اكتر للجمهور. اكيد اكيد اكيد، نحن بنفوت يعني بنعطى فرصه انه ندخل على بيوت العالم من خلال تترات المسلسلات. اكيد. لينيا بتحضري ايه جديد؟ وانا عارفه ان انت بتحضري اغاني جديده مصريه كمان. هلا ان شاء الله الفتره الجايه، كان الفتره الماضيه كنت عم سجل كثير اغاني، تحديدا اجيت على مصر واشتغلت على كثير اغاني تحديدا مع بروديوسر والموسيقي ماهر ملاخ، فان شاء الله عن قريب رح ينزل عدد كبير من الاغاني، في جزء كثير كبير منه مصري، يعني في 4 اغاني مصريه وفي 3 اغاني باللهجه البيضاء السوريه. متعاونه مع مين في الالبوم؟ مبدئيا هو بشكل اساسي في ماهر ملاخ، هو كموسيقي من مصر، هو واحد من اجمل البروديوسرز بمصر، اشتغل مع كثير عالم فعليا، هلا اكثر يمكن اعماله معروفه مع عزيز مرق، موجود بمسلسل الهرشه السابعه بموسيقى باغاني له كمان، فهو معروف شغله كثير، بس يمكن الاسم ما كثير الناس عم تتذكره وما عم تربط الشغل بالشخص، فتقريبا كل الشغل الجديد حيكون معه.
طب احنا عايزين نسمع حاجة اكسكلوسيف منك قبل ما نقفل. حاجة اكسكلوسيف؟ لا يعني من الحاجات الجديدة هيكون صعب. زي ما انتي تحبي من اي حاجة، بس نسمع صوت لينيا شماميان قبل ما نقفل معاكي. يا مسافر في البحر جاي ودعك، حمل سلامي للهوى ودي معك، لكن بخاف من هوى مر النسيم، قلبي بروحي يوصلك ويرجعك، قلبي بروحي يوصلك ويرجعك. مرسي الفنانة لينيا شماميان، دايما منورة مصر ودايما صوتك منور في محكى القلعة وفي كثير من المهرجانات المصرية. شكرا جزيلا على وجودك معنا.